عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة آري جنة، ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتنرحب بكل شخص جديد كيشاهد قناتي لأول مرة. ما تنسوش تضغطوا على زر جيم سابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم كتجي هائلة ولذيذة بزاف، عبارة عن فطائر فردية كتجي غاية في اللذة وبمقادير بسيطة. غادي نحتاجوا ليها ما فيها بعدا لا توراق لا عجن لا دلك لا حتى شي حاجه من هذا القبيل. نحتاجوا فقط ندمجوا هذا الخليط بحال غادي نوجدوا ان كيك، وها هما الفطائر ديالنا موجودين. كمقادير غادي نحتاجوا دقيق ابيض، من بعد غادي نقول لكم القياس اللي استهلكت. عندي هنايا جبن مبشور هذا للتزيين، وعندي هنايا جوج مثلثات ديال الجبن قسمته كيف ما كتلاحظوا طريفات صغار، ومن الاحسن نصيحه وضعوه في الكونجيلاتور ملي تبغيو تستعملوه باش تحكموا فيه وانتم كتهزوه باش ما يتعجنش. وعندي هنايا جوج صاشيات من الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، القليل من الزعتر للتزيين، عندي زريعه البافو كذلك للتزيين، هذه اختياريه ولكن الزعتر كيعطي واحد المذاق جميل بزاف. هنا عندي جوج معالق من الفلفل الاحمر قطعته هكذا طريفات صغار، وعصرت هذاك الماء اللي فيه، منين تقطعوه عصروا الماء اللي فيه. الفلفل الاخضر كذلك جوج معالق حتى هو كبار. عندي هنايا الكورنيشون اولا الخيار المخلل معلقه وحده كنقطعوه هكذا كيف ما كتلاحظوا دي رونديل صغيورين، وعندي معلقه ديال الزيتون حتى هو مقطع، عندي معلقه ديال القزبور والمدنوس، وعندي جوج معالق ديال الكاشير. كيف ما لاحظتوا عندي هنايا جوج معالق ديال الفلفله، جوج معالق من الفلفل الاحمر والاخضر، معلقه كورنيشون، معلقه معلقه من كل حاجه الا هاد الثلاثه اللي فيهم جوج معالق. عندي هنايا بصله متوسطه مشلضه على هاد الطريقه، عندي كاس ديال الحليب كاس لاروب عنبه، هذا عندي كاس صغر من العنبه يعني غادي ديروا كاس لاروب عنبه. عندي 4 د المعالق كبار من زيت الزيتون، ملح، ابزار، ثلاثة ديال البيضات. الان مروا لطريقه التهيئ. بغيت نقول لكم واحد النقطه مهمه بالنسبه كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي الكورنيشون والزيتون والكاشير وهذا الفروماج مالحين، يعني غادي نديروا القليل من الملح باش ما تجيش طاغيه بزاف على هذه الفطائر. كذلك هذه المكونات عطيتهم لكم معبورين باش نذوقوا كل حاجه بلذتها في الفطائر. اول حاجه غنديروها ناخذ واحد المقلاه وناخدو قليل من الزيت، نوضعو البصل ديالنا، نخليوه شويه فقط البصل وجميع المكونات الاخرى غادي نديروها كيف ما هي، نخليوه يلا تحمر لنا شويه تاخذ لنا داك اللون الذهبي ونطفيو عليها. نوضعو فقط القليل من الملح، قليل من الابزار، الان غادي ناخذوا ثلاثه د البيضات نضعهم في اناء ونخلطوا كلشي مره واحده، نديروا قبيصه ديال الملح القليل من الابزار ولا الفلفل الاسود، نمزجوهم جيدا، من بعد نوضعوا الحليب، زيت الزيتون، هذيك البصل اللي حمرنا، نمزجوهم كذلك مزيان، نضيف
وضعت البصل هي الاولى باش هذيك الزيت اللي فيها تطلق لينا هذا الخليط الاول. من بعد نوضعو تدريجيا بالدقيق، تقريبا كتاخد لينا كاس ونص ولا جوج كيسان لا ربع من الدقيق، ولكن هانتوما تشوفوا معايا القوام اللي خاصو يكون عليه. نوضعو نضيفو الخميره الكيماويه ونمزجو الكل جيدا. مازال غادي نضيفو القليل فقط من الدقيق، يعني اللي ضفت هنا كاس ونص ديال الدقيق. دابا غنكمل كاس ونص ونمزجوهم مزيان. من بعد ما مزجنا المكونات الاولى مزيان، دابا غادي نضيفو هذا الشيء كامل مره واحده. كاشير، قزبور، الفلفل الحمرا والذره والزيتون والكورنيش. دابا غنستعملو الاخر من الافضل. نستعملو ملعقة خشبية القوام ديالو كيف كيجي، فطائر ولا اسهل، كتجي لذيذه وخفيفه بزاف. الان غادي نعمرو القوالب ديال الفطائر ديالنا. من بعد غادي ناخذ هكذا ديمور على هذا الشكل، والا عندكم غير قالب واحد ديروه ماشي مشكل. انا تعجبوني هكذا قوالب فرديه تيجيو متولين وزوينين. غادي نعمروهم بهذا الخليط. نهزو القياس اللي خصنا، نحاولوا ما نعمرهمش بزاف باش ما يجيوناش طالعين بحال الكيك، كل ما كانوا رقاق تيجيو احسن. من بعد ما ملئنا القوالب غادي نوضعو هذا الفرماج اللي قطعناه هكذا ديمورسو. نحاولو نديرو بحال هكدا ربعة في كل واحد، ربعة طريفات، نفرقوهم. كيف ما قلت لكم الأحسن وضعوه في الكونجيلاتور قبل ما تستعملوه باش ما يتعجنش لكم في يديكم. من بعد غادي نضيفو الجبن المبشور ومن بعد شويه ديال الزعتر، كيعطيهم واحد البنه زوينه بزاف، قليل فقط. انا ما غنوضعش في الكل، كاين اللي ما كيبغيش
لوغو ديال الزعتر. وكذلك زريت البافو كتعطيهم واحد المنظر جميل بزاف. هذه اختياريه، ما عندكمش ماشي بالضروره، مزيان ديما تبقى اختياري. من بعد ما كملنا الفطائر ديالنا في التزيين كيجي الشكل ديالهم جميل بزاف، والاكثريه منين غادي نطيبوهم غتشوفوهم كيتجيو رائعين وخفاف. الان غادي نوضعوهم في فرن على درجه حراره 180، غادي نطيبوهم بحال الشكل ديال الكيك، غادي نوضعوهم في الوسط ونراقبوهم بطبيعه الحال غيتحمروا وياخذوا لنا هذاك اللون الذهبي ونحيدوهم. متتبعي الكرام، ها هما الفطائر ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجيو رائعين فتيين خفاف بزاف. شوفوا معايا كيف كيجيو، كيوجدوا بكل سهوله، كيجيو غايه في الروعه. نقسم معكم هذه تشوفوها كيف دايره، كتجي هذاك المزيج ديال المقادير اللي فيهم معلك مع هذاك الجبن الابيض اللي ضفنا في الاخير، كيجيو غزالين وخفاف بزاف. نتمنى تجربوها لان غادي تعجبكم بزاف. ولا عجبتكم طريقتي في تهيئة هذه الفطائر اللذيذه، ما عليكم الا الضغط على زر جيم، صابوني وتفعلوا الجرس الى وصفه مقبله ان شاء الله. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم. Thank you.